ومن غزة ينضم إلينا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة. سيد طلال، ما الفرق بين تلك الدعوة للحوار الفلسطيني الذي ستستضيفه موسكو فبراير المقبل وبين ما حاولت أن تفعله موسكو قبل عامين في حوار 2017؟ يعني أنا أعتقد ربما المناخات السياسية وانعكاساتها على الحالة الوطنية الفلسطينية في ظل محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ما يسمى صفقة القرن في إطار حل هابط عن قرارات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى يعني العدوان على الحقوق الوطنية وشطب هذه الحقوق. تأتي هذه الجهود الروسية بهذا التوقيت بالذات من أجل رأب الصدع الفلسطيني وفتح الطريق أمام استعادة الوحدة، لأنها المدخل لاستعادة عوامل القوة لمواجهة يعني صفقة القرن. وروسيا لها وزن، وأنا أعتقد هناك تنسيق ما بين الأطراف الروسية والمصريين من أجل الاستفادة من كل يعني الثغرات التي برزت في الآليات التي كانت بالحوارات الماضية والتي دخلت بتفاصيل مجزوءة أدت إلى حرف كل هذه التفاهمات عن مسارها، ودخلنا بتفاصيل لا أعتقد أنها كانت مفيدة. وبالتالي أنا المدخل الرئيسي هو الحوار الشامل الذي دعت إليه روسيا بمشاركة كل الأطياف السياسية الفلسطينية، خاصة القوى الموقعة على اتفاق 4/5 عام 2011، وهي القوى الرئيسية والتي حاورت عام 2017، بما يمكن من وضع آليات تفضي إلى إنهاء هذا الانقسام واستعادة الوحدة. وكما ذكرتم سيكون في الأسبوع الثاني من شهر شباط، ونحن بالجبهة الديمقراطية في لقائنا مع السفير الروسي بموسكو بلبنان استلمنا دعوة الجبهة الديمقراطية. نعم. وقدرنا لروسيا هذا الدور ورحبنا بهذه الجهود، وسنعمل مع الكل على تهيئة الأجواء والمناخات التي تفضي لإنجاح هذه الجهود الروسية. على ذكرك سيد طلال، للتنسيق القائم بين القاهرة وموسكو لإيجاد حل في تلك الوساطة، يعني المصالحة الفلسطينية، ما الذي سيجعل الفصائل الفلسطينية توافق في موسكو على ما رفضته في القاهرة؟ يعني الجميع يدرك أن هناك مخاطر على المشروع الوطني الفلسطيني لا يستطيع طرف بمفرده أن يجابهها، ولا نستطيع بالحالة الوطنية الفلسطينية يعني يمكن أن نجابه هذه التحديات بما فيها صفقة القرن. وبالتالي علينا أن ندرك أنه لا خيار أمامنا سوى استعادة الوحدة والتوافق على مبدأ الشراكة والمشاركة وإعادة بناء كل النظام السياسي الفلسطيني على أساس ديمقراطي من خلال انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل. وثانيا، روسيا يعني دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإذا صحيح أردنا أن نجابه البدائل يعني القانونية لما تطرحه الولايات المتحدة، علينا أن ننسق الجهود مع الروس من أجل مؤتمر دولي ينعقد على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الاعتراف بعضوية دولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة 67/19، وبرعاية هذه الدول وليس رعاية منفردة للولايات المتحدة كما كانت طيلة السنوات الماضية، بما يفضي إلى تمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره على دولة مستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194. وبالتالي علينا أن ننجح هذه الجهود لما تشكل روسيا من وزن، ويعني دون أن ننكر الجهود التي يبذلها الأشقاء المصريين والتي بذلوها لهذا توفير المناخات والإرادة السياسية الفلسطينية عامل مهم جدا وحاسم في إنجاح الجهود الروسية، حتى لا نقع ضحية مرة أخرى إلى يعني تعثر المصالحة كما كانت طيلة السنوات الماضية، وأفشلنا كل الجهود التي كانت تبذل من الوسطاء من أجل التقدم في ملف استعادة الوحدة الفلسطينية. عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، كنت معنا من غزة، فشكرا لك.